بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وأبنائي طلاب كلية الإدارة، عندي ليكو النهاردة أربع رسائل سريعة كده بشكل SMS. الرسالة الأولى: من فضل حضراتكم الطلاب المصريين الذكور، سارع وبادر بالتسجيل في دورة التربية العسكرية القادمة، وخاصة طلاب ليفل 3 وليفل 4 أو الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة، لأن ده هيعطل تخرجك وهيعطل تسجيلك ودخولك إلى الامتحانات القادمة. فمن فضل حضراتكم، احنا نشرنا كشوف قبل كده على الموقع الرسمي، راجعوها. وبالنسبة لطلاب الفرقة الأولى والثانية، أنا بنصحكم لو أنا مكانكم هسجل في دورة التربية العسكرية سريعا، لأنها ده شرط ضروري لاستمرار انسيابية تسجيلك في الكلية. الرسالة الثانية لحضراتكم لبناتي وأبنائي المقبلين على التخرج، ودول عددهم 222 طالب بمشيئة الله تعالى، مناقشة مشاريع التخرج بتاع حضراتكم نزل الجدول على الموقع الرسمي للكلية، وده هيكون يوم الثلاث والأربعاء 13 و14 يونيو، ودي هتبقى الخطوة الأخيرة لمن أنهى ساعاته للتخرج بمشيئة الله. الجدول معلن، محدد به الأماكن والتوقيتات لكل مشروع ولجنة المناقشة والحكم. والسنة دي كما جرت العادة في السنة اللي فاتت، هيشاركنا في المناقشة والحكم كوادر وقيادات من القطاع المصرفي، قطاع التأمين، العناصر الأشهر والأكثر فعالية في سوق الأعمال البزنس. الرسالة الثالثة لحضراتكم، ودي مهمة جدا لأنها تخص جميع طلاب الكلية، فيما يتعلق بالجدول الزمني لتشغيل الفصل الدراسي الصيفي. بالرغم أن احنا لسه شغالين في امتحانات النهائي للفصل ربيع 2023، من بدري وكما تعودنا بنحط جدولنا الزمني لتشغيل الفصل الدراسي التالي، وتم نشره وتحديده، وبمشيئة الله تعالى هنبدأه بدري السنة دي عشان نخلص. هناخد لنا أسبوعين دراسيين قبل عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين، ونستكمل الفصل الدراسي بحيث ان احنا نخلص الفصل الدراسي بنتائجه صيفيا، ويكون لحضراتكم مزيد من الوقت للاستمتاع بأجازة الصيف. طبعا كل المقررات والجدول الزمني والمقررات اللي هتشتغل وهتشتغل ازاي وبحد ادنى ازاي، ولو الطلبه ليها مقرر دراسي عايزه تشغله مش نازل على جدول المقررات، احنا بنستجيب كاداره كليه لخدمه الطلاب ما دام يتماشى ذلك مع خطه التشغيل في الكليه او بما يحقق مصالح الطلاب. ارجو من حضراتكم مراجعه موقع الكليه الرسمي، لان في كثير من التفصيلات اللي تهمكم في عمليه التسجيل للفصل الدراسي الصيفي. الرساله الرابعه لحضراتكم، احنا لاول مره في كليه الاداره وخلال الاجازه الصيفيه هنعمل برامج تدريبيه لصالح الطلاب. عندنا مجموعه من المهارات المطلوبه في سوق العمل، التمازج والتكامل بين الاي تي وعلوم البيزنس. احنا عاملين بادئين ببرنامجين تدريبيين ايضا على موقع الكليه الرسمي وعلى صفحتنا الرسميه للكليه على الفيسبوك كافة التفصيلات. ولكن في معلومة لازم أكون أمين مع حضراتكم، الحد الأقصى للاشتراك في الدورة الواحدة، لأن ده هيبقى داخل معامل الاي تي، هو 28 طالب. فإحنا هنبقى كاتبين القواعد، إيه اللي مفتوح لكل طلاب الكلية وخاصة في مجال البروجرامينج أو البرمجة، وفي استخدام الاي تي في حل المشكلات، وده هيبقى قاصر على طلاب الام اي اس أو أشقائنا وزملائنا في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. الأولوية في التسجيل هي اللي هتحدد أنت من 28 ولا لأ، وبإذن الله طبعاً إذا ربنا وفقنا وده هيحصل، من الممكن أن تتكرر هذه الدورات. البرنامج التدريبي مسته في الصيف إنه هو مرن، بمعنى هو محدد لك سلفاً تواريخ وتوقيتات بدقة محاضرات ومعامل هذا البرنامج التدريبي. طبعاً وكما جرت العادة، كلية الإدارة من أصغر عامل لعميد الكلية، مكاتبنا مفتوحة على مدار الأسبوع، بنقابل طلابنا لأي استفسارات، بنمر عليكم داخل المدرجات، بنديكم الإرشادات، وبنرد على أسئلة حضراتكم. أولاً عام دراسي موفق، بنختم العام الدراسي وفصل دراسي صيفي موفق إن شاء الله، وبرامج تدريبية ومناقشة مشاريع تخرج موفقة لحضراتكم جميعاً. شكراً جزيلاً.